نساء تحت الحصار والقتل، بهذا الشعار احتفل تكتل المبادرات النسائية باليوم العالمي للمرأة، احتفاء من نوع آخر جسدت في فقرته ما تتعرض له المرأة في تعز في ظل سطوة الميليشيات الانقلابية التي تنتهك كل الحقوق دون مراعاة للإنسانية. في ظل الحصار الخانق الذي تعيشه محافظة تعز، ما زالت المرأة التعزية أسطورة، ما زالت المرأة التعزية معجزة تحتفل بيومها العالمي لتثبت للعالم بأجمع بأن المرأة هي المرأة تلك المرأة. وفي الاحتفال الذي حضره العديد من الشخصيات والواجهات الاجتماعية، ندد تكتل المبادرات النسائية ما تمارسه الميليشيات الانقلابية على مداخل المدينة من انتهاك صارخ لحرمة المرأة، داعيا في الوقت ذاته كل المنظمات الحقوقية للعمل على تعرية الميليشيات الانقلابية من زيفهم وخداعهم. نقول لهذا العالم، يا أيها العالم، نحن في سجن تعز الغير آمن، فانظروا إلينا، فهل هذه من حقوق البشر التي تتغنون بها؟ وضع مأساوي وحصار خانق لم يمنع نساء هذه المدينة من الخروج والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ولكن بطريقتهن الخاصة. حمزة أمين، قناة بلقيس، محافظة تعز.